بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء الطيب بتفسير الآيات المباركات في أواخر سورة الزمر، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والآيات في آخر السورة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في آخر سورة الزمر من قوله تعالى: ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى آخر الآيات. ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحدث عند قيام الساعة من الأهوال العظيمة، وأعظمها النفختان حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وهو القرن. الصور هو القرن الذي جعله الله مع إسرافيل ووكله به، فإذا نفخ في الصور صعق، يعني مات. هذه النفخة الأولى، مات من في السماوات ومن في الأرض من الخلق إلا من شاء الله من الملائكة، وقيل والحور العين في الجنة. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، نفخة البعث. الأولى نفخة الموت، والثانية نفخة البعث. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينفخ في الصور فتطير الأرواح من هذا الصور إلى أصحابها، تدخل كل روح في جسد صاحبها، لأن الله يقيمهم من القبور كما كانوا على الدنيا بكامل خلقتهم وأجسامهم، إلا أنهم لا أرواح فيهم. فإذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسدها، ثم دبت فيه الحياة، فإذا هم قيام ينظرون إلى ما حولهم، ينظرون بأبصارهم.
فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. إذا جاء سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده فإنه سبحانه يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ فإن الله يأتي ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فحينئذ تشرق الأرض بنوره سبحانه الذي هو صفة من صفاته. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، كل إنسان يعطى كتابه، وضع الكتاب كتاب الأعمال، وأعطي كل واحد كتابه، وجيء بالنبيين ليشهدوا على أممهم، فإن كل نبي يشهد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وجيء بالنبيين والشهداء، قضي بينهم، قضى الله بينهم بالحق بالعدل، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا، قضي بينهم بالحق، وقيل وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، لا يظلمون شيئا، فلا يؤخذ من حسناتهم ولا يوضع عليهم شيء من سيئات غيرهم، بل كل له حسناته أو سيئاته، وهذا هو العدل. ثم قال: ووفيت كل نفس، جوزيت كل نفس ما عملت في الدنيا، ووفيت كل نفس ما عملت، وهو سبحانه أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه شيء، ولكنه مع علمه فإنه سبحانه يعطي الخلائق هذه الصحف التي تتضمن أعمالهم، لا ينكرون منها شيئا، ويقال لكل واحد: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، مع علمه فإنه سبحانه وتعالى يقيم عليهم من أنفسهم، ويعطى كل واحد كتابه فلا ينكره، إما بيمينه وإما بشماله. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم قال: وسيق الذين كفروا، تسوقهم الملائكة والعياذ بالله، وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر، يعني جماعات، جماعة بعد جماعة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها، تفتحها الملائكة أمامهم ليدخلوها، فإذا ففتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبواب جهنم والعياذ بالله، وهي أبواب ثمانية، كما قال جل وعلا: لها ثمانية أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال لهم خزنتها من الملائكة الغلاظ الشداد يوبخونهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا من باب التوبيخ لهم والتحسير لهم، وهو زيادة عذاب والعياذ بالله. يتلون عليكم آيات ربكم، وهي الكتب المنزلة على الرسل التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه
وفيها الوعيد الذي سيلقونه أو الوعد الذي سيلقونه، هذا مذكور في كتبهم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، اعترفوا بذلك ولم ينكروه لأنه ليس بإمكانهم إنكاره، وهذا من باب التوبيخ والتعذيب لهم والتحسير لهم. قالوا بلى جاءتنا الرسل، ولا جاءتنا الرسل، ولكن حقت كلمة العذاب أن الله سبحانه وتعالى قضى على أهل الكفر بالنار وقضى لأهل الإيمان بالجنة. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فلا محيد لهم من ذلك. قيل ادخلوا أبواب جهنم، تقول لهم الملائكة توبيخا لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها باقين أبد الآباد لا خروج منها وما هم منها بمخرجين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالمتكبرون يكونون إلى النار والعياذ بالله. الذين استكبروا عن عبادة الله عز وجل ولم يؤمنوا بالرسل واستكبروا على الرسل، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا فيها أنهم لا تفتح لهم من أول ما يصلون إليها، ولكنها تفتح بعدما يصلون إليها وينتظرون فتحها. وأول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ثم تتتابع الأمم المؤمنة لدخول الجنة. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، أي الملائكة الموكلين بالجنة، قال لهم خزنتها سلام عليكم. هذا سلام تحية وتقدير وتوقير وتبشير، طبتم، هذا هو السبب أنكم طبتم بأعمالكم وبتصرفاتكم، فكل أقوالكم طيبة وكل أعمالكم طيبة، فالجنة دار الطيبين والنار دار الخبيثين، فادخلوها خالدين لا تخرجون منها أبدا، ولا يخرجكم أحد ولا يتسلط عليكم أحد، في نعيم دائم وسرور مستمر. فماذا يقولون؟ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة، أورثهم الجنة فجعل منازل الكفار، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، أورثهم الأرض أي الجنة، أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، توسعون فيها ولهم منازل عالية ولهم قصور مشيدة ولهم أنهار ولهم ثمار عظيمة، أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شوف المقارنة، فبئس النار فبئس مثوى المتكبرين، الجنة فنعم أجر العاملين، ونعم كلمة مدح وبئس كلمة ذم، فنعم أجر العاملين. فهذا مصير الخلائق يوم القيامة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم. وترى الأرض وترى الملائكة، ترى الملائكة حافين، يعني يطول علينا الوقت إذا أردنا نفسر الآيات كلها. نعم بقينا. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وجزاكم عنا خيرا. بندر من الدمام، من الدمام، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، بغيت أسأل إن بعض الخطباء، وهذه تكررت لما كان أصلي في كذا مسجد، يعني يتحدث بإسهاب عن عذاب القبر و يعني وعذاب جهنم، وأرى غفلة عن نعيم القبر ونعيم الجنة ونعيم الجنة. فيرت يعني نقطة تحدث فيها عن هذا، لأن أشوف دائما ثقافة الترهيب تغلب على الترهيب، تغلب على الترغيب. فلا لا يعني أنا بدأت من كلمة موجهة لبعض الخطباء. طيب شكرا. الخطبة جزاهم الله خيرا يذكرون الناس ويرغبونهم وينذرونهم، فالجمع بين الإنذار وبين التبشير هذا كما في القرآن، الله سبحانه وتعالى ينذر ويبشر في القرآن من أجل أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء. فالخطبة ينبغي لهم أن يأخذوا أسلوب القرآن في الترغيب والترهيب وفي ذكر آيات الوعد وذكر آيات الوعيد، حتى لا ييأسوا من رحمة الله ولا يأمنوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب بارك الله فيكم. أم خالد تقول: فضيلة الشيخ، الحديث عن المتوفى بخير أو شر ما حكمه؟ إذا كانوا يعلمون عنه الخير فإنهم يتحدثون عنه من باب البشارة والشهادة له بالخير، أما إن كان من أهل الشر فإنهم يمسكون عنه وأمره إلى الله أفضل، لا سيما إذا كان مسلما عاصيا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تسأل عن دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ظهر يقول، تقول في تويتر أو في الكمبيوتر، من يقول وتعالى، هل هو بالفتح أو بالكسر؟ نعم. هذا الدعاء يا فضيلة الشيخ، ظهر من يفسر وتعالى جدك بالكسر. جدك بالفتح. نعم. والمراد بالجد العظمة، المراد بالجد العظمة والجلال. نعم. طيب ناخذ ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. مساكم بالخير. تفضل. الله يجزاك خير ان شاء الله يا شيخ ويسيبك. انا عندي سؤالين. تفضل. الاول، اثناء السجود يعني بعد سبحان رب الاعلى، الصلاة على النبي، هل هذا هو موضعه ولا لا؟ يعني أثناء السجود بعد سبحان رب الأعلى أقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، أكرر ثلاث مرات، هل هذا صحيح يعني أو بدعة؟ ملازمة أو استمع للسؤال يا أخي، اسمع الله هديك، ملازمة هذا لا أصل له ولا دليل عليه، لكن كونه يقوله بعض الأحيان خصوصا بعد الدعاء فإنه مستحب، لكن ما يداوم عليه محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في التشهد الأول والتشهد الأخير. وإذا جاء ذكره، إذا جاء مر ذكره صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا يصلي عليه. نعم. إنما موضعه بالسجود ما يعني ما يقال الأفضلية تركه. المداومة عليه، المداومة عليه لا ما يداوم عليه. طيب الله يجزاك خير الشيخ. الثاني، بصلاة الجمعة احنا نذهب مبكرين ونحتسب ان شاء الله، اذا اذن الاول هل يتنفل الواحد بعد الاذان الاول والاذان التالي او يستمر بقراءة القرآن؟ الافضلية يخير يا اخي، ولكن كونه يصلي من دخوله المسجد إلى أن يحضر الإمام هذا أفضل، وإذا صلى ما تيسر ثم جلس يقرأ القرآن وكله خير. نعم. شكرا للمتصل، وما زلنا معكم. تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا. هذا سائل الشيخ صالح يقول: من عادة العامة بأنه إذا انكسر كاس أو سقط زجاج يقال زال الشر أو غدا الشر، هل لهذا أصل؟ ليس لهذا أصل، وإنما عندما يسقط الإنسان أو يسقط منه شيء إنه يقول بسم الله، لأنه
بذلك يتحصن من الجن أن يصيبهم فيضرونه، يتحصن بذلك من الجن، يقول بسم الله هذا المشروع. نعم. كيف نقي أنفسنا من العين التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق؟ تقيها بالدعاء والورد في الصباح والمساء والإكثار من الدعاء وذكر الله عز وجل، إن الله يحصنك بذلك من العين وغيرها. نعم. أحمد معنا على الخط، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يمسيكم بالخير. حياك الله. والله عندي سؤال مهم. عندي والدتي وأسست بأرضية، أرضية مقبرة. طيب يا عبد أحمد، أحمد طيب ابعد شوي. ما فيها حاجة ولا شيء، ولا أدري كيف نسوي بها، يمشي أجرها على أول وكان مقبرة فيها، ولا نتصرف فيها في أي طريقة، لأن ما نقدر، قلنا بنسأل الشيخ ولا أخذ الخبر منه، فنبيعها ونابع في عمل خيري، ولا نخليها على ما هي على هو أجرها يمشي عليها، فنبغى يعني توسيع على هذا الموضوع. وسلامك يا أخي. تنفذون عمل الموصية بها، تنفذون ما أوصت به الموصية، هذا الأصل وهذا هو الواجب. وإذا كان هناك سبب للتغيير في الوصية لازم تراجعون القاضي في المحكمة، تعرضون عليه الوصية وتعرضون عليه المشكلة، وهو إن شاء الله يوجهكم بما هو أنفع لكم وللميت. نعم. أحسن الله إليكم. وضع المصحف حول الطفل لحمايته من الجن والإنس، لا أصل لهذا، هذا بدعة. والمصحف والقرآن لا يتخذ حجبا، إنما يقرأ القرآن ويتلى القرآن تقرب به إلى الله، أما تعليقه أو وضعه عند الإنسان لأجل يكون، أو وضعه في السيارة ليكون حجابا، هذا ما يجوز، وهذا امتهان للقرآن العظيم. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الدسوس أو القفازات بالنسبة للرجل، وهل يعد هذا من قبيل المكروهات؟ لا بأس بذلك، لا سيما إذا كان يحتاج إلى الجوار الشراب على يديه، لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. نعم. إلا للمحرم، المحرم حالة الإحرام لا يلبس الجوارب على يديه، ولا الشراب على رجليه، ولا المخيطات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ صالح، المال المشترك بين الشركاء هل عليه زكاة؟ حسب النية به، إن كان مشتركا في وصية أو في وقف هذا ليس عليه زكاة، أما إذا كان تجاريا أو كان مالا لهم يتمولونه وكان يبلغ النصاب، يبلغ نصيب كل واحد، إذا كان نصيب كل واحد يبلغ النصاب فكل واحد من الشركاء يزكي نصيبه، وإذا وكلوا واحدا منهم يدفع الزكاة عنهم جميعا فلا بأس بذلك. نعم. محمد من الحوطة، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ تفضل. عندي سؤال حول قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، ما حكمها يا شيخ؟ أبي التفصيل في ذلك. في الصلاة السرية يقرأها المأموم، وأما في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام فإنه ينصت لقراءة الإمام، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يقرأها، وإذا لم يتمكن فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. يسكت حينما ينتهي الإمام من، أو يبدأ الإمام بقراءة السورة التي بعد الفاتحة، يسكت الإمام والمأموم؟ إذا قرأ الإمام جهر فإن المأموم يسكت وينصت للقرآن، وإذا سكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة.
سؤال الثاني الإمام حتى يكملها. السؤال الثاني الله يحفظك، إذا متى يدرك المأموم الركوع؟ متى يدرك المأموم الركوع مع الإمام؟ طيب شكرا. إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركوع. نعم أحسن الله إليكم. أيضا وردنا هذا السؤال، صلاة الفرد خلف الصف إذا لم يأتي أحد ويصلي معه؟ لا يصلي خلف الصف، إذا لم يأتي أحد فإنه يصلي بعد سلام الإمام، إذا أيس من مجيء أحد يصلي، هو معذور في هذا لأن صلاة الفرد خلف الصف لا تصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، ورأى رجلا وحده يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم هذا السائل يقول ما الراجح في إهداء ثواب الأعمال للأموات وما الذي يصلهم؟ يصلهم ما ورد به ما تقبله الله وورد به الدليل، مثل الدعاء، مثل الصدقة، مثل الوقف الذي يوقف للأموات، الدعاء، الصدقة، الأضحية، هذه التي وردت الأدلة في وصولها إلى الأموات. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل ما الكتب التي تنصحون بها طالب العلم وخصوصا بمداومة قراءتها وتكرارها والنظر فيها بعد كتاب الله عز وجل والسنة النبوية؟ يا أخي الكتب كثيرة والحمد لله، لكنها لا تكفي في طلب العلم، لا بد أن تقرأ على العلماء، أن تقرأ الكتاب على العلماء، والعالم هو الذي يعين لك الكتاب الذي يريد أن يشرحه لك. أما أنك تقتصر على قراءة الكتب وتظن أن هذا هو التعلم، هذا غلط. نعم يقول السائل يا شيخ في مدينتنا يؤذن الأذان الثاني في المسجد قبل طلوع الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة، وتقام الصلاة بعد ربع ساعة من هذا الأذان، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الصلاة مع المؤذنين، إذا صلى المسلمون فصلي معهم، والأذان المؤذنون يؤذنون في وقت واحد إذا طلع الفجر، أما إذا أذن المؤذن قبل الفجر هذا يسمى الأذان الأول لتنبيه الناس على قرب دخول الوقت حتى يتهيأوا، ولكن لا بد مع هذا من الأذان الذي الأخير الذي على طلوع الفجر حتى يعلموا أنه قد دخل الوقت. نعم معنا متصل، تفضل أخي الكريم. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، مساكم الله بالخير. حياك الله. مساكم الله بالخير. تفضل. عندي واحد من عيالي توفى وأنا زعلان عليه وما زعل عليه ولا عجاني ولا عجيته، لأن صدمنا سيارة وتوفى. نعم تحل له وتبيحه وتدعو له، وهذا خير لك من بقاء الزعل عليه. نعم طيب سؤالك الثاني. ثاني نعم يمشي في الليل وراء قلاب تراله، والقلاب تراله صدم له رجال قدامه، وقفت التراله وعاوز تجاوزها ولان الانسان قدامه طايح ما ادري حي ولا ميت، وناس في قطر الكفر، والمرور حط عليهم 25%. طيب شكرا. اي نعم المرور هو المسؤول عن الحوادث ويرفع تقريره للقاضي ويحكم فيه القاضي. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول زوجي الحقيقة كثير الظلم لي ولأولادي، فضيلة الشيخ هل يجوز أن أدعو عليه؟
لا ندري ما الحقيقة، ربما تكون أنت السبب أو أنت الظالمة، ما ندري، لكن الدعاء ما هم الدعاء عليه وليس مناسبا. ادعو الله أن يهديها، أن يرده للحق، خذيه بالسعة واللين والعطف، لعل الله أن يهديه. نعم. أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الموعظة عند القبور في وقتنا الحاضر. هذه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لسبب، وهو أنهم وجدوا أن القبر لم ينتهي إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء حتى ينتهي إعداد القبر، فلا يداوم على هذا. والصحابة ما كانوا يعملون هذا، إنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولسبب كما ذكرنا. نعم. طيب تفضل يا خميس معنا على الخط. خميس لو سمحت اقصر التلفزيون شوي، اقصر التلفزيون في تردد. تفضل. تفضل يا شيخ. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا أصوم أيام البيض شهر، وأصوم الاثنين والخميس في شهر، يعني فيه شيء؟ طيب يجاوب الشيخ. ليس فيه شيء، لكن كونك تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر، هذا أفضل، تجمع بين الأمرين. الحمد لله، نكتفي بهذا السؤال لأن في تردد. فضيلة الشيخ، هذا سائلة تقول: بالنسبة للمدرسة إذا كانت حائض، هل تمس القرآن أو تقرأ القرآن؟ لا تمس القرآن مباشرة، من وراء حائل إذا كان ولا ود، لكن كونه يؤتى بمدرسة ليست حائضا تنوب عنها، هذا ينبغي التنبه له، وهذا من مسؤولية مديرة المدرسة. ولكن إذا احتيج إلى أنها تدرس القرآن، تدرسه بدون مس مباشر للمصحف، يكون عليها جوارب، يكون عليها تأخذ معها مسطرة أو قلم وتضعه على الآيات وتقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. النوم على البطن هل ورد فيه شيء وهل هو مكروه؟ مكروه، لأنه ليس، أولا لأنه ليس صحيا، وثانيا فيه نهي للكراهة عن هذا الشيء. أفضل ما يكون أن الإنسان ينام على جنبه الأيمن ويكون مستقبلا للقبلة، هذا هو الأفضل. نعم. يقول: عندنا في بلدنا إذا أرادوا أن يدفنوا الميت، يحث الجميع من حضر دفن الميت أن يحثوا عليه، مما يؤخر إتمام الدفن، فهل فعلهم صحيح؟ الحضور يشاركون بقدر الإمكان، ولا يكون في هذا ضرر على تأخير الميت. يدفن الميت، فمن أمكنه أن يشارك في دفنه ولو بحفنة من تراب فإنه يفعل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة؟ سائل من السودان يقول: قرأت هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يستثني من البدع شيئا ويقول إنه حسن. فالبدعة سيئة، سيئة ما فيها خير، إنما الخير في السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إن هناك بدعة حسنة هذا مخطئ. نعم. هل يجوز للمرأة أن تقوم بتغسيل زوجها بعد وفاته؟ نعم، لكل من الزوجين أن يغسل الآخر بعد وفاته، فالزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وما عدا ذلك فإن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. نعم. محمد من خميس مشيط، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، جاني مولود في 4 أشهر وما تحدد، سألت المستشفى
على تحديد النسل هو ولد أو بنت، فقالوا ما نعرف إلا ما 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 هو باين يعني، فما أدري إيش إلا علي أسوي له عقيقة وعيالي يخشون في النفس أو لا. طيب استمع الإجابة. نعم المرأة تكون نفسة، المرأة تكون نفسة، والمولود لأربعة أشهر قد نفخت فيه الروح، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين وتذبح له العقيقة، ذبح العقيقة سنة له. نعم أحسن الله إليكم. من طلق زوجته قبل الدخول فماذا عن المهر يا شيخ؟ هذا يرجع للمحكمة تنظر في طلاقه ووقت الطلاق وتنظر ماذا دفع، والمحكمة فيها البركة إن شاء الله. نعم فضيلة الشيخ يقول في وقتنا الحاضر يكثر الناس من النذور، هل ورد في ذلك شيء؟ مأجورين؟ الدخول في النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير، فيكره أنه يدخل في النذر، لكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم هذا يسأل مقيم بالرياض مصري عن بيع التورق، هل هو جائز وما مثاله والصحيح فيه؟ بيع التورق فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يحرمه يقول لأنه وسيلة إلى الربا، ومنهم من يبيحه عند الحاجة وهم الجمهور، ولكن لازم من ضوابط: أولا أن تكون السلعة في ملك البائع الداين قبل أن يبيعها على المستدين، الثاني أن يقبضها المستدين يقبضها قبضا تاما وينقلها من مكان الدائن ويبيعها على غيره، هذه الشروط لا بأس بها للحاجة. نعم حسن من الباحة تفضل يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة يا شيخ الله يحفظك، بسأل السؤال وابغى جواب، وفي نفس الوقت ابغى ان شاء الله ان تقوم بدور في هذا الموضوع في برنامج في القناة الاولى يسمى تشيف، وهذا يا أخي أخي الكريم أخي الكريم يا أخي أخي أرجو أن تكون في محيط أسئلتنا الشرعية كي نستفيد من فضيلة الشيخ ومن حضوره، شكرا لك يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ دم الحيض له صفات، أولا أنه يأتي في وقت الحيض، وثانيا يكون له لون أسود، ثالثا يكون منتن الرائحة، هذه علامات الحيض، إذا صار في الدم أحد هذه الصفات فإنه يكون حيضا، وما خرج عن ما خرج عن العادة وهو لا يحمل صفات الحيض فإنه يكون دم استحاضة. نعم يقول يا شيخ ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ أن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم أو يدعو على أحد غير ظالم له أو ما أشبه ذلك. نعم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردتنا هل على المرأة آذان وإقامة مثل الرجل؟ لا الأذان والإقامة من خصائص الرجال. نعم فضيلة الشيخ أيضا هذا يسأل يقول عندي فرقة إنشاد ومصدر رزقي وأولادي، ما رأي الشيخ في ذلك؟ رأيي أن هذا لا يجوز، الإنشاد من الأغاني، لا تتخذ هذا حرفة وطلب للرزق، أبواب الرزق كثيرة والله جل وعلا وسع أبواب الرزق، فعليك بطلب الرزق في غير هذه المهنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم فضيلة الشيخ وجد الآن المسابح المكتوب عليها أسماء الله الحسنى تباع، ما رأيكم في التسبيح بها؟ هذه لا ينبغي تداولها لأن فيها أسماء الله، هذا امتهان لأسماء الله،
أما مجرد السبحة التي ليس فيها كتابة ولا شيء من أسماء الله يتخذها الإنسان لإحصاء أو لعد التسبيح ولا يعتقد أن فيها فضيلة أو شعار من شعائر المبتدعة فلا بأس بذلك على الصحيح، وإن كان بعض العلماء يكرهها مطلقا ويسبح المسلم بأصابعه أو بالحصى أو بما تيسر له. نعم. هل يقع شيخ الطلاق والمرأة في الحيض وماذا عن الرجعة؟ هذا تراجع فيه المحكمة، المطلق يراجع المحكمة إذا طلق في الحيض. طيب. فإنه يراجع المحكمة. نعم. عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أكلم الشيخ الله يكرمك ولا أعطيك سؤال. تفضل. زوجتي أنا وياها واقعين في مشاكل، المرأة وعندي بيت فيلا يعني، وتقول اكتب لي نص البيت، وأنا مريض وعندي ولد، هل يجوز إني أكتب لها نص البيت؟ ما يجوز إني أكتب لها نص البيت وأنا باقي حل. طيب، شكرا. الله يا أخي، هذا راجع لكم، تصلحون من بينكم، وهي لا يجوز لها الضايق بها إلى هذا الحد، والبيت إذا لم يكن لك بيت غيره أو أنه مصدر رزق لك فإنك لا تكتب لها منه شيء، تضيق على نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. قراءة الفاتحة أو اقرأوا الفاتحة على روح فلان، هذا بدعة لا أصل لها ولا دليل على ذلك. نعم. يقول أرجو أن يشرح لي الشيخ حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لا، الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالحديث يعني يدل على أن المدار على الخواتيم، وأن المدار على الخاتمة التي يموت عليها الإنسان، طيبة أو غير طيبة، فعلى المسلم أن يسأل الله دائما حسن الخاتمة. نعم. هل هناك شروط شيخ في نقل الفتوى لمن أفتاني في مسألة إلى الآخرين؟ لا، اللي يسألك يقول له اسأل أهل العلم، لا تجيبه، لأنك ربما أن الفتوى فيها نظر، وربما أنك ما تفهمها وتنقلها خطأ، والعلماء موجودون ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل يقول ما رأي الشيخ حفظه الله في شخص به حدث وهو إمام مسجد، هل يستمر في ذلك؟ يعني حدثه دائم؟ نعم شيخ، هذا ما يصح إمامته إلا بمن هو مثله، من حدثه دائم، أما الأصحى فلا يصح أن يكون إماما لهم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطرم والأبكم والأبلة، هل هم مكلفون مثل غيرهم من المسلمين في الأمور الشرعية؟ كل عاقل فإنه مكلف بالواجبات وترك المحرمات، ولو كان إنه ما يسمع أو لا يتكلم، فإن الله يجعل فيهم إدراكا في هذا، ويعوضهم سبحانه وتعالى بإحساس وإدراك قد يكون أحسن من المبصر ومن السميع. فعليه من يتقوا الله وأن يقوموا بالواجبات ويتجنبوا المحرمات ويقتدوا بالمسلمين. نعم. محمد من القصيم، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. بس قول الله عز وجل إن الله سريع الحساب. والسؤال الثاني، نعم، ما هو الربا؟ يحاسب الخلائق. سريع الحساب يعني يحاسب الخلائق في وقت واحد، لا يشغله أحد عن أحد. نعم. ما هو الربا؟ نعم، الربا، ما هو الربا؟ يا أخي اقرأ الكتب، كتب الفقه، تعرف الربا.
أشرح لك الآن يأخذ علينا وقت طويل. طيب نعم. فضيلة الشيخ، الأخت تسأل عن حكم استخدام الرموش الصناعية بالنسبة للمرأة. هذا حرام، وهذا من الوصل المحرم. والمرأة الحمد لله خلقها الله وأحسن خلقتها، جعل لها رموشا، وجعل لها أيضا شعر على الحاجب، وجملها. فلا يجوز العبث بالحواجب ولا العبث برموش العين، وهذا من التدليس والتصنع الذي هو تغيير لخلق الله عز وجل. نعم. يقول: ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نذهب إلى البر أسبوعيا فضيلة الشيخ، هل يصح في حقنا الجمع والقصر؟ إذا كان تقصدون مكانا يبعد 80 كيلو عن البلد فيجوز لكم الجمع والقصر في الطريق، أما إذا نزلتم مدة طويلة تزيد على 4 أيام فلا يجوز لكم لا الجمع ولا القصر، صلون كل صلاة في وقتها تامة. نعم. ظافر من أبها، تفضل يا ظافر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساء الخير يا زلمة. الله يحييك. بس أسأل الشيخ عن صيام شهر 3 أيام من كل شهر، هل جميعا ولا اشتات؟ طيب. يجوز هذا ويجوز هذا يا أخي. نعم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب، يقول السائل، إلى قرية تبعد 23 كيلو عن قريتنا، وذلك من أجل صلاة التراويح في رمضان القادم إن شاء الله؟ يا أخي صل بالمسجد القريب من بيتك والحمد لله، ولا تذهب إلى إمام بعيد عنك، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن قضية زيادة الإيمان، كيف يزيد الإيمان، وأيضا ما الأعمال الصالحة التي ترفع من الإيمان؟ هي الأعمال الصالحة، أما الأعمال الفاسدة فإنها تنقص الإيمان، إنما الأعمال الصالحة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم. جزاكم الله خير. يسأل عن بيع السلم يا فضيلة الشيخ، وحكم بيع ما لا يملك. بيع السلم يجوز، وهذا بالإجماع وبالأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو مسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك، وقال: من أسلم في شيء فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. فيشترط في السلم، هو أولا هو تعجيل الثمن وهو النقود، وتأجيل المثمن وهو السلع، وله شروط معروفة في كتب الفقه. نعم. نختم هذا اللقاء يا شيخ صالح بهذا الاتصال، تفضل يا عدنان سريعا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضل. لو تكرمت سؤالي يا شيخ، بالنسبة لتجاوز أنظمة المرور كقطع الإشارة أو تجاوز السرعة المحددة، هل في إثم؟ السؤال الثاني، نعم، بالنسبة للمحرم. طيب اصبر اصبر يا أخي، اصبر اصبر، الله يهديك. السؤال الأول، لا يجوز تجاوز المرور، لأن هذا فيه خطر وفيه معصية لولي الأمر وفيه إضرار في الآخرين، يجب التقيد بأنظمة المرور لما في ذلك من المصلحة للشخص ولغيره. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا عدنان، السؤال الثاني بالنسبة للبس الكمام للمحرم للوقاية من الأمراض، هل في شيء على المحرم أو؟ إذا كان على الفم والأنف لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان،
على هذه الإجابات القيمة استفدنا من هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الفتاوى المبنية على الكتاب والسنة. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ورفع ذكركم في الدارين. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ محمد الحامد ويزيد الماضي، كما أشكر الزملاء معي في استوديو الرياض الذين هيئوا هذا اللقاء مع فضيلته. تقبلوا تحيات الزملاء والفنيين والمخرجين. ناصر البقومي مخرج هذه الحلقة يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.